السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أعضاء وزوار قناة أسعار السيارات باليوتيوب، وألف مليون شكر على دعمكم يا متابعين الغالين، سواء باشتراك أو بنشر أو بلايك أو بكلمة طيبة. وعز الله ما قصرت وبيض الله وجيهكم، ويا هلا ومسهلا بالزوار الجدد والمشتركين الجدد، نورتوا القناة. وموجود في قسم الفيديو أغلب المقاطع، يمكن تقريبا ألف وأكثر من 1250 مقطع، الأغلب أنواع السيارات وتجارب بعض السيارات وحفل تدشين وأشياء، كل شيء عن السيارات. الشيء الثاني، اليوم عندنا معرض أوتو سيتي، اليوم باجيرو، عندنا الباجيرو 2017 خليجي ستاندر، سعره 89، سعره 89 خليجي. خذكم لفة أول شيء على الموتر، ما في حساسات قدام لأنه ستاندر، هذا يعتبر ستاندر. كشافات ضباب الجنط، شوف لك كم مقاسه الجنط 18. عندك إشارة بمراية، مقابض الأبواب كروم، معرض أوتو سيتي الرياض، معرض النسيم بدون حساسات ورا، في جناح الماكينة جي ام اس، دواسة فيبا، هذا صوفية الكود، بنزين 95، اللتر يمشيك 8 كيلو ونص، وهذا حجم الماكينة اللي هي 3.8. الموتور من داخل، في تخشيب غامق هنا، هنا زر التحكم بالدرايش والقفل، كرسي مخمل، من زمان ما صورناه بالجيرو، وغريب انه قليل بالسوق، ما ادري ليش هالفترة، العام كان اكثر من كذا، كان موجود كل معرض. عندك هنا زرار كشاف الضباب، تحك الصوت المرايا، بسم الله، مفتاح طبعا مو بصمة، شوف السيارة المفتاح. في حساس ضغط هواء كثيرات، طبعاً 220. عندك زرار تحكم هنا، أول شيء الدركسيون، في رباقات أمامية، بشوف لكم إذا في رباقات جانبية ولا لا. وعندك هنا الشاشة الصغيرة حق الكيلو، وعندك هنا حق السيدي مكيف، طبعا مو تحكم مستقل مكيف. وعندك هنا درج صغير، هذا ولاعة،
في مخرج حق يو اس بي. الشباب اللي جربوا الموتر يعطونا مميزات عيوب الموتر، شاركونا بتعليق. شوف كمين الدرج، يا عيني يسحب قدام ورا. شاف الباب وهذا اللي بدأ فيه. بجيرو 2017. تحكم المكيف، في تكاية بالنص من جوا الكيس، هذه فتحات مكيف فوق. داخل الموتور الشنطة، في ادراج هنا بس هذا وش انا مدري ايش هكذا في بعد هنا، اتوقع هذي يمكن حق العدة ولا شيء، ايش فاضي ادراج احط فيه اغراض. هذي الشنطة، فتحات مكيف اربعة، بالنص اثنين وبالخلف اثنين، وهذا غطاء. هذه مرتبة خلفية، هذه مرتبة تشوفون المرتبة الثالثة، الصف الثالث. واه حلو طريقتها من النازلة. وهذا العدة تحت، العدة تحت، يعني هذا درج اضافي اتوقع، درج اضافي هذا. الصف الثالث يعتبر واسع من ورا، وهنا عندك بعد مخرج ولاعه، في ادراج صغيره يمين يسار.
الدرج في إضاءة شوفه عند باب السواق. هذا حق الباب. باجيرو 2017 ستاندر خليجي 89. سلامتكم يا شباب، لا تنسونا من الاشتراك واللايك. هذا نفسه بعد. سلامتكم، في امان الله.